اهلا وسهلا بكم استاذ محمود قدار مدير الموارد المائيه باللاذقيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. هلا دوركم يعني مهم جدا، يعني موضوع المياه او للسقايه او للري بكل مناطق اللاذقيه هامه جدا. طبعا وصلتنا يعني بعض الشكاوى بالبرنامج عن مناطق فيه مشكله بموضوع وصول الري لها، مثلا بالبهلولية في قرية اسمها عين جدين، ما بعرف إذا كنت أنا سمعت الاسم صح. ثلاث دورات مياه، أحد المزارعين اتصل فينا 400 غصة ليمون رح تنتهي من عدم وجود مياه. بالبصة أيضا ذكروا لنا في مشاكل تتعلق بالري. أكيد طبعا نحن ما عم نذكر النواحي الإيجابية الآن، أكيد في مناطق فيها ري، لكن نحن عم نذكر الأماكن اللي نذكر عن مشاكل فيها فيما يتعلق بموضوع الري. أيضا شير المغارة ذكروا لنا، في بساتين دمسرخو آخر خط الري أعطال دائمة. عن هاي المناطق بداية يعني أستاذ محمود، يعني عندك فكرة عن المشاكل أو في أعطال أو في آفاق للصيانة ومتابعة هذا الموضوع؟ طبعا تفضل. ايه تفضل نحن معك عم نسمعك. طبعا اولا اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا. فيني اقول انه موسم الري الحمد لله يعني كان موسم جيد ومبشر بالخير. ما عندنا ولا قطاع كامل خارج الخدمه، كل قطاعاتنا مقدمه بالري. عندنا في كل قطاع حالات فرديه. وصيانات هي فيني انا بقول هي حالات فرديه ضمن 5% اللي نحن دائما بيكون فيها مشاكل. بس نحن دائما عم نقوم بعمليه الصيانه طبعا بالوقت المناسب وبالامكانات المناسبه. تمام. منطقه ما خرجت من الري وما كان فيها ري، ما في. في تاخر احيانا نتيجه الصيانه، بس نحن بنرجع بنعوض بشكل مباشر. طيب مثل البهلوليه انه قريه عين جدين عم يذكروا المزارعين انه ثلاث دورات. لا البهلوليه خليك معي شوي، البهلوليه تروى من سد الثورة عبر خط عبر خطين قطر 802 هاتون. تم تنفيذ دورة ري سابقة. طبعا هذا الخط هو اسبستوس قديم. تعرض أكثر من مرة لعمليات صيانة. المرة الأخيرة لأن الخط بمر بمنطقة سكنية قمنا بعملية صيانة طويلة وغير مألوفة مشان نضمن تماما انه هذا الخط ما بقى يتعرض لاشكالات، ولا سيما انه المنطقه السكنيه اصلا. والخط انجز، يعني انجزت الصيانه له بالكامل، واليوم او من امبارح العصر بدا الضخ عليه باذن الله. يعني السبب انه كان حجم العطل كبير واخذ وقت كبير بالصيانه، لهيك تاخرتوا بهذه القريه تحديدا. في سؤال، ليش اخذ؟ طبعا هو على الطريق العام للبهلوليه. تحت الطريق العام مباشره. ليش اخذ الوقت الكبير؟ قلت لك في منازل سكنيه. انفجار خط قطر 800 ضمن هذه المنازل السكنيه بيعرض بعض السكان للخطر. نحن على الموضوع حريصين عليه جدا جدا جدا. فتمت الصيانه بطريقه بحيث نضمن السلامه والامانه الدائمه ونضمن ديمومه الصيانه. الصيانه، والصيانه انجزت والحمد لله. الخط صار شغال، صار بامكانهم يستفيدوا منه اهالي قريه عين جدين بالبهلوليه. هلا انا عم اقول لك المناطق التفصيليه ممكن الاتصال مباشره على رقمي او على رقم 128 اللي هو هاتف الشكاوي المجاني لدينا. لاعلامنا مثلا، لانه هي بتكون حاله فرديه، لاعلامنا فيها مشان نطلع نكشف عليها بشكل فردي. جميل جدا، جميل. واذا تواصلوا معنا ايضا الاخوه المزارعين اكيد نحن بنخبرك بشكل مباشر. في ايضا موضوع اخر خط ببساتين دمسرخو، طبعا ببساتين دمسرخو ذكروا المزارعين الوضع جيد، لكن باخر الخط عم تصير اعطال متعدده. اخر الخطوط، طبعا هلا اخر الخطوط دائما نحن اتفقنا، نحن وفرع اتحاد الفلاحين في اللاذقيه من فتره ساوينا اجتماع معهم، اتفقنا معهم على صيغه، هي صيغة بناءة وجيدة جدا. انه نحن بدل ما نتعرض دائما ل شكاوى مباشرة ول مثلا تنظيم ادوار. انه نحن دائما نتواصل مع رئيس الرابطة الفلاحية في المنطقة.
ورئيس الرابطه الفلاحين يعني يتواصل معنا بشكل مباشر. تمام. ويكون في تنسيق مشترك بيننا وبينهم في تنظيم الادوار، هلا نهايه الحدود تعاني من مشكله الادوار فقط. الادوار، يعني يجب ان تغلق كل الفتحات في بدايه الخط ونصفه حتى توصل لنهايه الخط. هلا هذا التنظيم هو متعب بالنسبه لنا، ولكن بالتعاون مع روابط الفلاحيه هو سهل ويمكن السيطره عليه. طيب يعني الحكي تم الاتفاق عليه مع فرع اتحاد الفلاحين في اللاذقيه. طيب. مشكورين. طيب. وبدانا بتطبيقه وتنفيذه. يعني بنوعدهم لاهالينا انه بنهايه الخط ببساتين دبسرخو ان شاء الله انه قريبا حيتنظم هذا الموضوع بالتعاون بينكم وما بين اتحاد الفلاحين؟ اكيد 100%. تمام ممتاز. بيبقى موضوع اخير تم الحديث عنه، موضوع الشير المغاره، في عندهم بمكان محدد مشكله ري، يعني بجوز جزئيه. هاي المشاكل الفرديه هي مشاكل، طبعا انا الشبكه تبعنا طولها حوالي 2100 كيلو متر. نعم 2100 كيلومتر. هذا رقم كبير. هلا الاعطال الفرديه دائما تواصل في رئيس مجموعه، في رئيس وحده، وممكن هاتف الشكاوي وممكن اتصال معي بشكل مباشر. نحن بنتوجه للمنطقه وبنشوف اذا يعني شو العطل الموجود في هذه المنطقه. طبعا. اما بشكل عام منطقه شير المغاره وكل المناطق يعني التي تروى بجوارها هي مناطق دائما في اشكالات فرديه نتعامل معها بلا حصه. طب ممتاز. نحن كثير نشكرك يعني على اهتمامك يعني الان واهتمامك خلال الاسابيع الماضيه، يعني متواصل مع حضرتك احيانا لمشاكل المزارعين بيكون في سرعه استجابه. شكرا لكم استاذ محمود خدار مدير الموارد المائيه باللاذقيه. اهلا وسهلا ومرحبا. شكرا جزيلا. يا هلا. يا اهلا.